السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 12 من سلسلة تمارين الدالة الأسية النبيرية. إذا التمرين 12 يقول حل في آر كاري النظمة التالية. إذا عندنا نظمة، حل النظمة يعني إيجاد الزوج إكس إيكغري الذي يحقق المعادلتين معين طبيعة الحال إن وجد. إذا لنحل في آر كاري النظمة، إذا مهما يكون إكس إيكغري كينتمي، إذا هنا خصني نحدد مجموعة التعريف ديال النظمة، يعني خصني نحدد فين معرفة إكس وفين معرفة إيكغري. إذا هنا عندنا الإكسبونونسيال ديال إكس، يعني إكس معرفة في آر، وعندنا الإلين إيكغري، يعني إيكغري خصها تكون أكبر قطعا من الصفر، أي آر بلوس إطوال، يعني آر زائد نجمة، يعني المجال المفتوح صفر بلوس لانفين. لحل النظمة كاين عدة طرق، ممكن ندير طريقة التعويض، ممكن ندير طريقة التأليف الخطية، وممكن ندير طريقة كرامر. إذا حنا غادي نديرو طريقة التأليف الخطية، يعني كومبينيزون لينيير. في التأليف الخطية كنحاول نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، وبطبيعة الحال من بعد خص واحد المجهول، خصني نتخلص من أحد المجهولين، يعني إما إكس إما إيكغري. حنا عندنا خصنا نتخلصو إما من الإلين ديال إيكغري ولا من أو إكس. إذا شنو غادي نديرو؟ غنحاول نضرب طرفي المعادلة الأولى في العدد، دونك حنا عندنا ناقص إثنان إلين إيكغري، باش نتخلص من إلين إيكغري خصو يكون عندنا زائد، خصو يكون عندنا إلين إيكغري ناقص جوج إلين إيكغري. إذا خصو يكون عندنا في المعادلة الفوقانية الأولى جوج إلين إيكغري، حنا عندنا ناقص واحد إلين إيكغري، إذا خصنا نضربو في العدد ناقص إثنان. إذا كنضربو في العدد ناقص إثنان طرفي المعادلة الأولى، هاد المعادلة هادي، إذا كنضربو في ناقص إثنان. إذا النظمة تصبح على هذا الشكل، إذا غنضرب طرفي المعادلة الأولى في ناقص جوج، إذا ناقص جوج في سبعة أو إكس هي ناقص 14 أو إكس، ناقص جوج مضروبة في ناقص إلين إيكغري، ناقص في ناقص زائد، إذن جوج إلين إيكغري. خصني نضرب حتى في الطرف الثاني، لأن عندنا معادلة، إلا ضربنا في شي عدد كنضربو في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، إذا ناقص جوج في 20 يعني ناقص 40. المعادلة الثانية ما غاديش تغير، دونك 3 إكسبونونسيال ديال إكس ناقص جوج إلين إيكغري تساوي العدد 7. إذا الخطوة الموالية نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، المعادلتين يعني هاد المعادلة وهاد المعادلة. إذا ناقص 14 أو إكس زائد جوج إلين إيكغري زائد الطرف الثاني اللي هو 3 أو إكس ناقص جوج إلين إيكغري كتساوي لنا ناقص 40 زائد 7. إذا عندنا جوج إلين إيكغري ناقص جوج إلين إيكغري كيعطينا صفر، ناقص 14 أو إكس زائد 3 أو إكس كتعطينا ناقص 11 أو إكس، ناقص 40 زائد 7 هي ناقص 33. إذا أو إكس يساوي ماذا؟ يساوي ناقص 33 على ناقص 11. إذا كنختزلو العدد ناقص 11 كيبقى لنا العدد 3. إذا لقينا أو إكس كتساوي العدد 3، إذا إكس تساوي ماذا؟ إذا إكس تساوي الإلين ديال 3. دابا كيمكن لي بسهولة نلقى إيكغري. إذا شنو كندير؟ كنعوض أو إكس في إحدى المعادلتين، إما الأولى أو الثانية، بالقيمة ديالها. إذا أو إكس كتساوي لنا ماذا؟ كتساوي لنا 3. إذا 7 أو إكس هي 3، إذا 7 في 3 ناقص إلين إيكغري. إذا حنا كنعوضو في المعادلة الأولى
تساوي 20. إذن 21 ناقص ln y تساوي 20. إذن ناقص ln y كنديها للطرف الآخر تولي ln y، وعشرين غنديها جهة 21 غتولي عندنا 21 ناقص 20 أي تساوي 1. إذن ln y كتساوي 1، يعني أن y كتساوي، إذا الواحد راه هي الآلين ديال أو، أي أن y كتساوي لنا أو. إذن لقينا x و y، إذن الزوج دائما الحل المعادلة كيكون عبارة عن الزوج، يعني x y إذا كان عندها حل. إذن الزوج ألان 3 أو وحل هذه النظمة، أو اللي كنديرو S تساوي الزوج ألان 3 أو كنسد اللامه.